بيك زميلي العزيز كريم خطاب وضيوف الكرام، كل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان. مع الان كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني للنادي المصري بالسلوم. كابتن احمد، برحب بيك عشان اون تايم سبورتس. رغم الهزيمه بقول لك مبروك على الاداء الكبير النهارده. يعني الحمد لله الحمد لله. يعني الشوط الاولاني كنا كويسين جدا في موضوع تنظيمنا الدفاعي، قدرنا نصنع بعض التحولات، رحنا على الجون بتاع النادي الاهلي بشكل كويس. عارفين كويس جدا ان النادي الاهلي بيشتغل على موضوع الديب باس او الباص العميق في الملعب، قفلنا مساحاتنا بشكل كويس. ما كناش افضل حاجه في موضوع التحولات الفرديه، ولكن بشكر لعيبتي الحقيقه، تعبوا معايا جدا 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 جدا. احنا ما بين الدورين في الدوري بتاعنا كنا بعاد جدا جدا. الحمد لله ان احنا نوصل لمرحله ان احنا يعني نشتغل بالشكل ده قدام النادي الاهلي لمده شوط كامل، واحنا لو اشتغلنا او استغلنا موضوع التحولات الشوط الثاني بشكل كويس كنا ممكن نفضل نظهر بشكل افضل من كده. يمكن شويه موضوع تنظيمنا الدفاعي الشوط الثاني كان حصل شويه المساحات عشان خاطر النادي الاهلي خلاص بقى جاب الجول وما بقاش مستعجل على موضوع الطلوع لقدام. انا كنت شغال على اساس ان احنا نطول المباراه شويه بعد 25 دقيقه بحيث النادي الاهلي يبتدي كمان يبعد مساحاته، ولكن هم موفقين في الجول اللي جه ببارك النادي الاهلي. اكيد بشكر لعيبتي جدا، بشكر الجهاز وبشكر مجلس الاداره على وقوفهم دايما طول الوقت ورانا. احنا عندنا فريق كبير جدا ومحترم، يعني عندنا لعيبه محترمه بشكل كويس فالحمد لله الحمد لله النهارده يعني ان احنا يعني كسبنا ولو جزء من احترام الناس. يعني كابتن احمد، يعني اتخذت قرار بتغيير موعد التدريب من تقريبا اسبوع، وشايف ان ده على ارض الملعب النهارده كان ليه مفعول سحري على اللاعبين. بص، ما تنساش خالص ان انت في نهايه موسم، احنا عندنا موسم شاق جدا بدا في شهر 9 السنه اللي فاتت، فاحنا بننهي الموسم بتاعنا عكس الدوري الممتاز، هم شغالين في نص الموسم عندهم راحات يمكن اكبر شويه، وده اللي انا كنت دايما طول الوقت بحاول على قد ما اقدر يعني الريكفري كنا شغالين عليه بشكل كويس بدنيا. الحمد لله الفرقه بتاعتنا قادره تقف قدام النادي الاهلي لحد الدقيقه 90 او 95، فده شغل كتير جدا جدا يعني احنا كجهاز شغالين عليه. يمكن الحمد لله لحد 95 ما عندناش شد، ما عندناش حد وقع في الملعب. النهارده فقدنا يوسف حسن، يمكن حسين حسني واحمد فؤاد واللاهوني كان الشوط الاولاني ظهر بشكل كويس، لو كانوا مكملين على نفس الاداء الشوط الاولاني كان ممكن الامور تختلف. لكن احنا كنا مجهزين، يعني كنا مجهزين كويس للنادي الاهلي. رحنا لعبنا مباراه الحرس في الحرس رغم ان هي مباراتنا علشان خاطر اللعيبه تتاهل. تشك دايما اللي بيحصل في اول الشوط احنا حاولنا نتخطاه تخطيناه خلاص، بس الشوط الثاني كانت يعني جون غلطه يعني بدون تنظيم من اللعيبه بتاعتنا، فالحمد لله ده وارد في الكوره. يعني هل الأداء الكبير النهارده استمرار للإدارة باحترافية من قبل إدارة المصري بالسلوم، وده بيأكد إن الفترة اللي جاية المصري بالسلوم فريق قوي جدا وهينافس على التأهل منذ البداية؟ بتمنى، يعني بتمنى. بص، احنا الإدارة في كل الأحوال بشكرها لأنها ادتنا فرصة إن أكون راجل أول. أنا راجل أول بقالي 5 أو 6 شهور بشتغل وبدرس وبتعب علشان خاطر في النهايه اكون اهل للمكانه اللي انا موجود فيها. بتمنى ان الناس تاخد القرار للتكمله، لان الفريق ده لو موجود انا بقول لك يعني بنسبه 95% عنده الفرص. عندنا فريق فرقه محترمه تحت اكيد، لكن الناس تعلم تحت مين هو المصري السلوم. قدمنا كوره كبيره جدا، احنا كسبنا الاولمبي وكسبنا البلديه وكسبنا فرق كبيره جدا في الدرجه الثانيه، رغم ان احنا كنا بعاد جدا وكنا بعاد في المنافسه. احنا لو كنا كسبنا ماتش ذكرنا تحت كنا ممكن ندخل في منافسه تحت، فدي كلها الاداره اكيد شايفه الاجواء دي، شايفه الامور دي. فبامل ان شاء الله ان احنا يكون عندنا تكمله على نفس اللي احنا شغالين عليه، ودي امنيه يعني ان شاء الله. انا بشكرك وبسلم لي على كريم ومبسوط اني كنت موجود معاكم حبيبي. شكرا. اذا اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقاء مع الكابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني للنادي المصري بالسلوم عقب هزيمه فريقه بهدف مقابل لا شيء من استاد الاهلي والسلام. عوده ليك مره ثانيه زميلي العزيز كريم، تفضل.